لدينا الحلول ومجابهة مختلف التحديات، هو بالتأكيد طريق لخلق علائق مختلفة وعلائق جميلة بين الناس وبين المجتمعات. وفي حديثنا عن العلاقات تبقى روح النيل، وهذه العلاقات الممتدة بين السودان ومصر هي تجري مجرى النيل، ومجموعة من الملتقيات والمساحات تقدم جوانب لهذه الشراكات ولهذه الروح الموجودة بين السودان ومصر. ملتقى روح النيل سيقام بمصر في من 24 حتى 29 من هذا الشهر، وكان هنالك افتتاح لهذا الملتقى هنا في السودان بسينما بونو، وكاميرا الشروق كانت حاضرة. صباح الخير على كل المشاهدين اللي بيتابعونا اكيد عبر هذا الصباح من صباح الشروق. مرحبا بكم اليوم بنادي النيل العالمي. الملتقى بيعزز لدور واهداف العلاقه الثنائيه اللي بتجمع ما بين السودان ومصر في كثير من المجالات المختلفه والمتنوعه، بيعزز ايضا لدور الاعلام والثقافه العامه لاشراك السودانيين والمصريين في تبادل مشترك ما بين الاعلام السوداني والاعلام المصري، فقرات عديده ومتنوعه و ندوات كثيرة بتعبر عن أربع محاور رئيسية ما بين السودان ومصر وحوض النيل في أول تجربة وأول ملتقى بالسودان. مرحبا بكم وخليكم معنا. هو الملتقى ده فيه أكثر من محاور، فيه أربع محاور رئيسية، فيه محور ثقافي، محور اجتماعي، وفيه محور اقتصادي، وطبعا بالتأكيد فيه أربع محاور، فيه محور اجتماعي، محور ثقافي، محور إعلامي، وفيه محور اقتصادي. الأربع محاور دي الهدف بتاعه الرئيسي إن احنا نقوم نوضح العلاقات اللي موجودة ما بين الدول حوض النيل والامتيازات اللي ممكن دول حوض النيل تتبادلها فيما بيناتها. في ناس كثيرة ما بتكون منتبهة لأنه حوض النيل ده كمية الامتيازات اللي موجودة عنده، فعليا حوض النيل بيمثل تقريبا ثلث مساحة قارة إفريقيا كاملة، وفيه حوالي 40% من عدد السكان الموجودين في قارة إفريقيا، يعني الوركينج فورس الموجودة في إفريقيا 40% منها موجودة في الدول بتاعت حوض النيل. فالموضوع ده شنو بالنسبة لنا؟ مهم جدا جدا. التبادل مع الجهات دي هو اللي بيسمح لنا إنه احنا نبدأ نرتقي ونستفيد من المحيط اللي موجود بيناتنا. دي بشكل عام الفكرة بتاعت شنو؟ بتاعت الملتقى، إنه احنا عايزين نشتغل على الأربع محاور دي، نخلي السودان يستفيد منها ونخلي الدول الثانية الموجودة عندنا في الحوض تستفيد منها. احنا حاليا قاعدين بنتكلم عن التدشين بتاع الفكره بتاعه الملتقى. الهدف بتاعنا انه هو غالبا هيكون الملتقى على بدايه السنه الجديده، في شهر واحد هيبدا من مصر. احنا هنبدا من المصب وحنمشي لحد المنابع، في كل دوره حنقوم نضيف واحده من الدول اللي موجوده شنو في عندنا من الدول اللي حتكون مشاهمه من الحوض النيل. طبعا دول حوض النيل بتشمل السودان، بتشمل جنوب السودان، بتشمل مصر، بتشمل رواندا، بتشمل أوغندا، بتشمل وسط أفريقيا، بتشمل بروندي. روح النيل هو ملتقى ثقافي اقتصادي فني اجتماعي بيهتم بالتنمية العلاقات ما بين الدول بتاعت حوض النيل التسعة والعشرة دول. هدفنا انه احنا نبني حاضنة شعبية تطور العلاقات دي، ونعمل جسور بتاع التواصل تكون ممتدة، ونزيل الصور الذهنية السالبة الكثيرة جدا اللي عندها علاقة بالشعوب. يعني حياة ما لها أساس من الصحة، بس الناس بتتكلم عنها وبتجيب سيرتها وماشي عليها. فإحنا لا، إحنا دارين نبني الحياة للأجيال الجاية إن شاء الله. عايزين نجتهد أنه
ما هم حيقوموا يمشوا على الشغل بتاع الحاجه الموجوده في السوشيال ميديا، لا احنا في حاجة في الواقع احسن بكثير جدا من الحاجه الموجوده في السوشيال ميديا. فدي من الاهداف بتاعتنا، انه برضو كمان يكون عندنا تكامل اقتصادي ما بين الدول بتاعه حوض النيل، عشان نقدر من خلال التكامل ده نخلق قوه اقتصاديه او كتله اقتصاديه تكون بشكل قوي، وده واحد من العناصر المهمه جدا في الملتقى. يعني احنا شغالين بشكل عام على 4 محاور زي ما قلنا، هي يمكن المحور الأهم والبشئيل الليلة كلها هو المحور بتاع الاقتصاد. أما المحور الفني والمحور الثقافي بشكل عام هو ده اللغة بتاعة التواصل الشعبية ما بين الدول، ودي حاجة احنا مبسوطين بها جدا جدا أنه تكون موجودة وتكون يعني في تبادل ثقافي على مستوى عالي. الموضوع حيمتد أكثر لورش بتاع التدريب، ورش بتاع عمل فترات ممتدة قد تصل لحد 6 شهور، ويمكن ينتج عنها نوع من التواصل أو نوع من الاستقرار. الأول برحب بكم وشكر على الاستضافة الطيبة دي. وإحنا أنا مسعد راشد، أمين عام اتحاد مصدرين المستوردين العرب للاتحاد، منظمة عربية دولية تبع المجلس الوحدة الاقتصادية جامعة الدول العربية، معني بالتجارة البينية بين الدول العربية. رئاسة الاتحاد مؤسس من 2006، رئاسة الاتحاد في جمهورية مصر العربية، الأمانة العامة في جمهورية السودان من 2012. طبعا مهمة الاتحاد زي ما نقول تجارة بينية. أول حاجة بنتكلم يعني العلاقات اللي هي الثنائية، الحدث اللي احنا فيه اللي هو روح النيل، روح مصر والسودان، روح الإنسان في مصر وفي السودان، بناء الإنسان في مصر والسودان. إن كنا بنتكلم على علاقة تجارة بينية، الأول نقول التوافق اللي كان المية اللي بيشربها الإنسان سواء في هنا في مصر ولا في السودان، الوحدة، التعاون اللي هو الأزلي اللي هو من بعض، إزاي إن إحنا نحييه، إزاي إن إحنا نشيل العوائق. إن بنينا الإنسان ما بين مصر والسودان، إحنا فلحنا في التجارة في الاستثمار ما بين الاثنين، لأن السودان بعدها الأمني والاقتصادي مصر، مصر بعدها الأمني والاقتصادي السودان. إحنا بنحاول في ملتقى زي الملتقى النهاردة الحدث الضخم ده، إزاي نوجد التآلف ما بين الإنسان المصري، عودة التآلف ما بين الإنسان المصري والإنسان السوداني. هو ده الأهم، هو ده الهدف الأسمى للملتقى النهاردة بإذن الله. والله هدف الملتقى احنا بنتكلم هو اقتصادي في المقام الاول، بنتكلم فيه ابعاد فنيه وثقافيه في 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 حاجات كتير قوي، لكن احنا بنتكلم يعني عصب الان المشكله اقتصاد سواء هناك في مصر ولا في السودان. ان اوجدنا التالف الاقتصادي ما بين الاثنين، التنميه الاقتصاديه ما بين الاثنين، ظني ان احنا مش هنحتاج لحد خارجي. لو الدولتين توحدوا اقتصاديا، العلاقات التجارية زادت، ادعمت، اتشالت العوائق، اتشالت الفوارق، احنا بنخيل ان الامر هيبقى جيد جدا للبلدين سواء السودان او مصر بإذن الله. تبقى هذه العلائق الممتدة من السودان إلى مصر وهذه الحضارة التي تجري مجرى النيل. فالتحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، ويتواصل هذا المد الصباحي على شواطئ أخرى بعد الفاصل.